طبعاً بعد الثانوية يعني أصبح من الواجب أنه ننتقل للرياضة، لأنه خلاص ما في جامعات هناك ولا فيها، فأصبح من الضروري انتقالنا للرياض أو رجعتنا عودتنا للرياض. فكان أصلاً الوداع يعني لقرية الرمحية ولأصدقائك ولأحبابك ومجالسهم اليومية، هو هذا أمر بحد ذاته كان شاعري يعني وكان مؤلم. يعني كان ما بين عيوني ذاك الوقت إلا أنه أنا أكون ضابط، لأنه أغلب اللي حولي ضباط يعني في القرية، فرايح على أساس أني أكون ضابط. ما الله كتب، ما توفقت أني أكون أني أسجل في الكليات العسكرية. رجعت للجامعة حاولت، ما توفقت أيضا، قبلوني في كلية الزراعة. راجعتهم قلت لهم أنا أبغى أحول، أنا ما أحس نفسي في الزراعة، يعني أبغى أحول لأي قسم ثاني، سواء أداب سواء علوم إدارية سواء، أبغى أحول لأي قسم ثاني. فقالوا لي إنه ما نقدر نحولك الآن، أنت خلاص بديت الترم الأول، انتظر للترم الثاني، والترم الثاني تعالوا نحولك للقسم اللي تبي. أنا فهمت خطأ، رحت سحبت ملفي من الجامعة، هم على أساس أني أكمل الترم الأول في الزراعة بعدين يعادلون لي وينقلوني إلى قسم ثاني. سحبت ملفي، الرجل اللي قال لي حننقلك جيته بعد ما خلصت الفترة هذه، أنا كنت مريح في البيت، جيته الترم الثاني وجبت ملفي. قال ليش جايب الملف معك، ملفك موجود عندنا. قلت له أنا سحبت ملفي، ويمسك رأسه الرجال، قال يعني ليش سويت كذا، أنت هتجلس 5 سنوات بلا جامعة. فكانت صدمة، كانت صدمة كبيرة يعني ذاك الوقت. فمن هنا يعني بدأت شوي رحلة بحث عن عمل، مع أنه في سن مبكرة اشتغلت إلى أن يعني دار الوقت، والحمد لله رجعت أخذ الجامعة يعني بطريقة أو بأخرى، يعني بعد فترة طويلة رجعت وأخذت البكالوريوس.